دقت العاشرة مساء بتوقيت القاهرة التي كانت تمثل ذروة حركة البيع والشراء لمختلف الأنشطة التجارية. الآن بات موعد الإغلاق، إغلاق مبكر فرضته الحكومة على المحال التجارية بساعة واحدة عن موعد الإغلاق المعتاد، إجراء سيمتد لنحو 3 أشهر توفيرا للطاقة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء. كلنا طبعا متضررين، احنا بنصلي العشاء الساعة 9:30 وبنقفل وبنروح، يا دلوقتي الساعة 9:30 انا هخلص مع حضرتك ونقفل ونروح، يعني خميس وجمعة كنا بنقفل 12 ممكن نقفل 11 عادي، يبقى احنا استفدنا بيومين في الاسبوع. الساعة دي والساعة دي لو كانت هي مهمة بالنسبة لهم بالشكل ده. تأثير مباشر إذن على حجم المبيعات كشفت عنه الأيام الأولى لتطبيق هذا الإجراء، الذي يأتي فيما يتطلع المواطنون لانتهاء مسلسل قطع الكهرباء لمدة 2 ساعة يوميا، والذي تعهدت الحكومة بوقفه بحلول الأسبوع 3 من يوليو الجاري حتى نهاية الصيف. درجات الحرارة السنة دي مرتفعة للغاية، فالناس عشان تنزل فبتنزل بعد الساعة 9 أو 8 عشان تعرف تجيب حاجة، فهو بالضبط ساعة وتلاقي المحلات قفلت. هي إذن تدابير حكومية تهدف لتخفيف استهلاك الكهرباء تخفيضا لفاتورة استيراد المنتجات البترولية، تزامنا مع اضطراب بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمية. نعلم جميعا أن الاستهلاك الأكبر هو الاستهلاك السكني، يقترب من 40% من استهلاك الكهرباء، وبالتالي الاستهلاك التجاري ليس بالحجم الكبير، الاستهلاك الصناعي أيضا حوالي 30%، الاستهلاك التجاري والمرافق حوالي 14%، إذن الاستهلاك التجاري مهما انخفض ستظل ليس له الأثر الأكبر على استهلاكات الكهرباء. لكن من ناحية أخرى، مصر دولة سياحية تعمل تنشط سياحيا في الصيف، فإذا هذا القرار ربما يؤثر على طبيعة النشاط الاقتصادي في مصر الذي اعتاد السائح أن يراها تعمل طوال اليوم. ومراعاة للمتطلبات المعيشية اليومية للمواطنين، استثنيت بعض الأنشطة من قرار الإغلاق المبكر، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية. على المصريين أن يستعدوا لتحمل المزيد من تبعات أزمة الطاقة خلال الفترة المقبلة، هذا ما يمكن فهمه من إجراءات تخفيف الأحمال التي وإن كانت مؤقتة إلا أنها ضاعفت من معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.